عنوان المحاضرة زي ما قلنا Residual Neuromuscular Block Have This Nightmare Reached an End. المحاضرة مقتبسة من 3 مصادر، 23/23، أو يعني في مصدرين 20/23 وفي مصدر من 2020. 2023 عندي الامريكان سوسايتي اوف انستيسيولوجيست منزلين جايد لاينز للانتاجونيزم اوف نيورو ماسكولار بلوكرز، واليوروبيان سوسايتي برضو منزلين اللي احنا شايفينها، والفرنش سوسايتي اللي هي مجله اناثيزيا كريتيكال كير اند بين ميديسين منزلين برضو جايد لاين قبليهم بسنتين. فدي مصادر المعلومات اللي هتكلم عنها. برضو انا بقول I have no conflict of interest with any drug or device or company، لان طبعا المحاضرة مليئة بالاكلام على الادوية وعلى الاجهزة. طيب بالنسبة للمشكلة اللي هتكلم عنها Residual Neuromuscular Block، What is the extent of this problem؟ الارتكل ده منشور في 2013، بقى من 10 سنين، في اليوروبيان جورنال اوف انستيولوجي. بحث كبير قوي معمول في البرتغال على الاف العيانين، كانوا بيدوروا سيمبلي على الانسيدنس اوف بوست اوبراتيف نيورو ماسكولار بلوك، لقوا ان الانسيدنس حوالي 26%. فاحنا بنتكلم على مشكله اوف سيجنيفيكانت انسيدنس اند بريفيرنس في الكوميونتي او في شغلنا عموما. طيب انا هتكلم عن ايه دلوقتي؟ هتكلم اول حاجه عن الديفينيشنز، تاني حاجه هتكلم عن السيجنيفيكانس، تالت حاجة هتكلم how to avoid residual neuromuscular block، رابع حاجة هتكلم لو أنا معايا quantitative monitor إزاي هتغلب على المشكلة دي، طب لو معايا qualitative monitor هتغلب عليها إزاي، طب لو أنا معيش أي monitor خالص، أنا قاعد في مكان ما فيهوش أي equipment advanced، هتغلب عليها إزاي، عشان أحط لك كل السيناريوز اللي أنت ممكن تقابلها في شغلك. أنت ممكن تشغل في مكان فيه quantitative ده هايل، ممكن لا معاكش غير كواليتيتيف برضه مش بطال، معاكش خالص مونيتور، هقول لك الحل ايه في قدر استطاعتي. اخيرا هتكلم عن اديشنال نوتس. طيب نتكلم الاول عن الديفينيشنز. طب انا دلوقتي عايز اتكلم عن ايه؟ عن ديفينيشن بتاع يعني ايه ريزيديوال نيور ماسكر بلوك. لو انا جيت في الامتحان سالتك يعني ديفاين يعني ايه ريزيديوال نيور ماسكر بلوك فروم ذا بيزز اوف ذا جايد لاينز المتاحه حاليا، هكتشف او انا بحضر المحاضره دي اكتشفت ان انا علشان اعرفك الديفينيشن ده انا محتاج انزله لتحت واقول قبليه 3 أو 4 حاجات تانيين. اقول قبليه يعني ايه نيورو ماسكولار مونيتور، وبعديها المفروض اعرف ايه عن الترين فور والبوست التاني كاونت، هما دول اهم كلمتين بالنسبه لنا في نيورو ماسكولار مونيتورنج. وبعديها هتكلم يعني ايه كوانتيتيف ويعني ايه كواليتيتيف نيورو ماسكولار مونيتور، وفي الاخر هتكلم عن الديبث اوف نيوروماسكولار بلوك اكوردنج تو ذا جايد لاينز. كل ده ال4 خطوات دول مش هعرف اوصل للاخيره اللي هي الديفينيشن من غير ما اتكلم عن ال4 الاولانيين. طب تعالوا نتكلم عن ال4 الاولانيين واحده واحده. What should every anesthetist know about neuromuscular monitoring and the depth of block؟ طيب نبتدي بالنص الاول monitoring. What should every anesthetist know about neuromuscular monitoring؟ تعالوا نقول انا اصلا ازاي بقدر evaluate ال neuromuscular function او neuromuscular recovery وانا بعمل awakening للبيشنت بتاعي. عندي الاول الكلينيكال ميثودز زي ايه؟ زي اي اوبننج، العيان بيفتح عينه، او موفينج ارمز بيحرك ايده، او الفيتال كاباسيتي على الفنتليتور والماكسيمم انسبيراتوري بريشر، دي برضو وسائل ممكن اعرف بيها الريكفري بتاعي شكله ايه، او ممكن الهيد ليفت لو العيان بيقدر يرفع راسه، وممكن التانج ديبريسور تيست يعني بقى بديله التانج ديبريسور زي ما انتم شايفين في الصوره واخليه يعض عليه جامد وبعدين احاول اشده، لو ما قدرتش اشده يبقى ده التيست ده خلاص بوزيتيف. طبعا احنا صعب نعمل ده في عيان متخدر الا لو قلت بقى ان انا هعتبر ان هو لو عض على الانبوبه جامد يبقى ساعتها التانج ديبريسور تيست ده بوزيتيف. طيب اخيرا لو العيان فولي اوي، العيان صاحي بقى وبيتحرك قدامي ويكاد يكلمني، كل دي كلينيكال ساينز اوف ريكفري. طيب ايه الوسائل الاخرى اللي انا بقيم بيها اللي هي بقى النيورو ماسكولار مونيتورنج؟ عندي فيها نوعين، حاجه اسمها كواليتيتيف اللي هو اللي انتم شايفينه في الصوره اللي هو النيورو ماسكولار ستيميليتور العادي خالص او النيرف ستيميليتور العادي خالص، وفي بقى الكوانتيتيتيف اللي هو اللي انتم شايفينه في الصوره وهتكلم عنهم بالتفصيل. طيب يعني ايه بقى نيورو ماسكولار مونيتورنج؟ احنا دلوقتي اتكلمنا عن اول حاجه النيورو ماسكولار مونيتورنج. لو انا افترضت في الرسمه دي ان انا قدامي نيرف
وان دي نيورو ماسكولار جانكشن وان دي ماسل، تمام؟ وانا جيت عملت ستيمولس زي ما انتم شايفين بالنيورو ماسكولار بالنيرف ستيمولاتور، بالنيرف ستيميليتر. ايه اللي هيحصل لو انا عملت اربعه استيمولاي ورا بعض بفرق نص ثانيه؟ هيحصل حاجه اسمها ترينو فور. هنشوف المنظر ده، هنشوف 1 تويتش 2 تويتش 3 تويتش 4 تويتشز، تمام؟ دي اسمها ايه؟ اسمها ترينو فور. ده نوع من النيورو ماسكولار ستيمولاي اللي بتتعمل عشان امونيتور النيورو ماسكولار فانكشن. طب لو انا عملت حاجه اسمها تيتانيك ستيميوليشن، ايه هو تيتانيك؟ ان انا بعمل ساستيند ستيمولس لمده 5 ثواني وبعديها بيتعمل ستيمولس. الريسبونس ليه للتيتانيك ده؟ عشان هو بيطلع استايل كولين كتير من الريسبتورز، فبيؤدي الى حدوث بوست تيتانيك كاونت، تويتش ثم تويتش 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 لغايه ما يوصلوا 20 تويتش. يبقى انا اتكلمت دلوقتي عن حاجتين، اول حاجه الترينو فور، وهي باختصار ان انا بعمل فور ستيمولاي وبشوف شكلهم زي ما انتم شايفين، او بعمل تيتانيك ستيمولس لمده 5 ثواني وبعد كام كاونت حصل بعد تيتانيك ستيمولشن. طبعا التيتانيك ستيمولشن ده ستيمولشن قوي، يعني اقوى من الترينو فور. طيب دي اول مرحله. لو افترضت ان انا جبت هنا نيورو ماسكولار بروكر زي ما انتم شايفين في الصوره، وقام نازل قافل النيورو ماسكولار جانكشن زي ما انتم شايفين، ايه اللي هيحصل؟ لما اجي اعمل الاستيمولس اهو، هنزل النيرف ستيميليتور تحت، عمل الاستيمولس بس هنا الدنيا بقت مقفوله بارشالي بلوك، فما بقاش الاستيمولس بتعدي للمصل. فلما اجي اعمل ترين اوف فور، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي اول واحده اختفت، سوري اخر واحده اختفت. لو البلوك بقى مور دنس، هلاقي اللي قبليها اختفت. لو بقى مور دنس، هلاقي اللي قبليها اختفت. لو بقى فيري فيري دنس، هلاقي كمان الرابعه اختفت. ساعتها بنسميها الترين اوف فور كاونت بقى زيرو. في هذه اللحظه انا صحيح الترين اوف فور بتاعي زيرو، مفيش ولا تويتش، لكن البوست تيتانيك كاونت لان هو اعنف واقوى وبيطلع ستايل كولين اكتر، فبلاقي ستيل عندي تويتش في البوست تيتانيك كاونت، بس بتبقى اقل شويه، يعني ما بتبقاش بقى 20 زي النورمال، لا ممكن تنقص واحده او اثنين او ثلاثه على حسب الديبث بتاع البلوك بتاعي. فيبقى انا قلت اول مرحله انا عندي الترين اوف فور موجود والبوست تيتانيك موجود، ثاني مرحله الترين اوف فور اختفى بس البوست تيتانيك لسه ما اختفاش بالكامل، فانا لسه ما وصلتش للكومبليت بلوك. طب المرحله الثالثه هي ان انا بقى اهو عملت ستيمولس زي ما انتم شايفين، وراحت الاستيمولس بس الدنيا مقفوله تماما، فساعتها هلاقي الترين اوف فور كلهم مش موجودين، ولما اعمل البوست تيتانيك كاونت هلاقي كلهم برضو مش موجودين، ده اسمه كومبليت بلوك، تمام؟ يبقى انا لو بتخيل ان الدبث بتاع البلوك بتاعي عامل زي البحر، انا هنا فوق الدنيا فاتحه شويه لسه مانيش عميق قوي، ابتديت مع التدريج ادخل في العمق وفي العمق لغايه ما ادخل في الفيري ديب بلوك زي ما انتم شايفينه على الشاشه اللي الدكتور عبد اللطيف كان بيعلمها لنا زمان بيمثلها لنا بالغواصه. فانا اخذت اقتبست الفكره دي ان انا عندي غواصه وعماله تنزل، كل ما بنزل في الدبث اكتر في البلوك، كل ما بنزل لتحت اكتر، كل ما الاقي الدنيا غمقت معايا، ولما ابتدي اصحي العيان اقفل الايزو واوقف اقفل الانهاليشنال عموما، وابتدي اوقف النيورو ماسكولار بولاسز، تبتدي الغواصه بتاعتي تطلع تاني ترجع للسطح لغايه لما ترجع العيان بتاعي يفوق، تمام؟ طيب انا كده اتكلمت عن النيورو ماسكولار مونيتورنج. طيب انا عندي هنا قلنا كلينيكال زي ما انتم شايفين في الشاشه، وفي كواليتيتيف وفي كوانتيتيتيف. تعالوا كده نتكلم عن الكواليتيتيف والكوانتيتيف، نعرفهم من بعض، يعني ايه كواليتيتيف ويعني ايه كوانتيتيتيف. الكواليتيتيف باختصار هو بيقيس لي الكاونت، يعني ايه؟ يعني بيقول لي انا عندي 1 تويتش او 2 تويتشز او 3 او 4 بس، ده اقصى حاجه ممكن يساعدني فيه، تمام؟ ما بيقدرش يقول لي اكثر من العدد. امال الكوانتيتيف بيعمل لي ايه؟ بيديني برضو الكاونت، بيقول لي عندي 1 تويتش او 2 تويتشز او 3 تويتشز، لكنه فوق كل ده كمان بيعمل ايه؟ بيديني التويتش الرابعه يقول لي طولها قد ايه بالنسبه للاولانيه، اللي بيسموها ترين اوف فور ريشيو. يعني انا هنا شايف ايه؟ شايف ترين اوف فور ريشيو 0.3، طولت شويه بقت 0.7، طولت شويه بقت 1. فالفرق بين الترين اوف فور الفورس تويتش والفيرست تويتش اللي هو الترين اوف فور ريشيو ما اقدرش اجيبه بدقه غير لو انا معايا الكوانتيتيف مونيتور، تمام؟ طيب يبقى لو جيت كده حبيت اوضحهم لكم على الرسمه اللي قلتها، لو ده النيرف زي ما قلنا وده النيورو ماسكولار جانكشن ودي المصل، وانا عملت هنا ستيمولس بايه؟ بالكواليتيتيف مونيتور، هيحصل ايه؟ هيديني يا اما 1 يا اما 2 يا اما 3 يا اما 4 تويتشز، اوكي؟ انا بقى هعرف منين هم كام تويتش؟ يا اما بعيني، يعني هبص على شكل المصل اشوفها بالكونتراكت، يا اما عن طريق ان انا احط ايدي واحس الكونتراكشن الاقي المصل، اللي هي طبعا هو بيتحط على الالنر نيرف، التفاصيل دي بقى مش هتكلم فيها، يعني بتتقري بسهوله، بيتحط على الالنر نيرف وبحس الباور في الادكتور بوليسز. فيا اما بشوف بعيني التويتش ده يا اما بحسه بايدي. لكن لو انا بتكلم بقى في
كواليتيتيف في الكوانتيتيف مونيتور قصه مختلفه. الكوانتيتيف مونيتور اللي انتم شايفينه بعد ما بيعمل التويتشات دي وبعد ما بيحصل الترين فور، بلاقي في سنسور محطوط على صباع العيان، السنسور ده بياخد الحركه دي يحولها بطريقه ما، مش هدخل في تفاصيلها، الى الويفز اللي انتم شايفينها دي، ويديني الترين فور ريشيو، يديني 1 تويتش او 2 تويتش او 3 تويتش او فورس، ويعرفني الترين فور ريشيو بتاعي كام. تمام؟ فيبقى الفرق بين الكوانتيتيف والكواليتيتيف احنا شايفينه كويس في الصوره، وشايفين ان الكوانتيتيف في حاجه زياده اللي هي السنسور اللي محطوط على الصباع اللي بيرجع تاني بالستيمولس للجهاز عشان يديني الترين اوف فور ريشيو. تمام؟ طيب كل ده انا بقول وات شود افري انستيست نو اباوت نيورو ماسكولار مونيتورنج اند ديبث اوف بلوك. تمام؟ الديبث بقى، قصه الديبث دي مهمه جدا لانها نازله في الجايد لاينز بتعريفات في منتهى الدقه. طيب تعالوا نتكلم عن الديبث بسرعه. دي الامريكان سوسايتي جايد لاينز بتاعت 2023 حطوا 6 ليفلز للبلوك للديبث. هي طبعا حفظها صعب، فانا حاولت امثلها بطريقه برضو انك بتغوص في قاع المحيط. فهنبتدي كده الديبث اوف بلوك. انا كده اويك، انا لسه ما نزلتش جوه الميه اساسا، انا فوق في الشمس اهو. الاويك ده بيبقى عامل ازاي؟ الترين اوف فور ريشيو هيبقى عندي الاربعه تويتشز موجودين، يبقى الترين اوف فور كاونت ايكوال 1، والبوست الثاني كاونت طبعا كلهم هيبقوا موجودين اللي هم تقريبا بيبقوا 20 تويتش. ده كده الاويك، ده اللي صاحي خلاص، انا لسه فوق ما نزلتش جوه الميه. هبتدي هنا زي ما انتم شايفين على اليمين في سرنجه فيها نيورو ماسكولار بروكر، هحقن زي ما انتم شايفين النيورو ماسكولار بروكر اتحقن. ايه اللي حصل؟ ابتديت ادخل بقى جوه الميه، ابتدى يبقى اول مرحله اسمها مينيمال بلوك. المينيمال بلوك ده يختلف ايه عن اللي فوقه؟ يختلف ان يبتدي ارابع تويتش دي تصغر شويه، الترين فور ريشيو ابتدى يبقى ما بين 0.9 نزولا لغايه 0.4، يبقى انا ده مينيمال بلوك. تمام؟ طب في البوست تيتانيك لا مش فارقه، هو البوست تيتانيك ما فيهوش غير 3 حاجات، يا اما كلهم موجودين، يا اما ما فيش ولا واحده موجوده، يا اما في واحده او اكتر. فيبقى انا هنا في المينيمال بلوك برضو البوست الثاني كاونت عندي مور ذان 1 تويتش خلاص، ده يعني هو ما بيفرقهمش من بعض. طيب لما انزل خطوه تحت اكتر هلاقي الميه اعماقت اكتر، الشالو بلوك، ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي الترين اوف فور ريشيو اللي كان عند 0.4 بقى اقل من 0.4، لكن لا زال الفورس تويتش موجوده معايا. طب والبوست الثاني كاونت برضو لا زال عدد التويتشز اكتر من 1 تويتشز. طب لما انزل بعد كده المودريت بلوك ايه اللي بيحصل فيه؟ هيبتدي لا الدنيا تتغير، هيبتدي رابع واحده تختفي، يبقى كده الكاونت بتاعي قل في بقى 3 او حتى 2. تمام؟ بعد او حتى 1، يعني من اول 1 او 2 ده يعني طالما الرابعه اختفت والاولى لسه موجوده انا بتكلم في مودريت بلوك. طب لو انا هتكلم بقى عن البوست الثاني كاونت، ستيل عندي برضو مور ذان 1 تويتش. تمام؟ لكن لسه ما وصلتش ان ما فيش تويتشز خالص ومانيش زي اللي فوق خالص اللي هو بيديني 20 تويتش. طب المرحله اللي بعد كده اسمها ديب بلوك. الديب بلوك بقى ده اختفى تماما الترين اوف 4 خلاص، الترين اوف 4 كاونت بتاعي بقى زيرو، لكن لا زال عندي بوست تيتانيك كاونت واحد او اكتر. تمام؟ هيبتدي اهو بقى ستيل عندي بوست تيتانيك كاونت. يبقى انا لو وصلت يا جماعه ان انا بعمل ترين اوف 4 وما ادانيش ولا تويتش، انا عندي احتمال من اتنين، يا اما ابقى ديب بلوك اللي احنا شايفينه ده، يا اما يبقى عندي اخر حاجه الكومبليت بلوك اللي هو ايه؟ اللي هو ما فيش اي ترين اوف 4، الكاونت بتاعي زيرو، والبوست تيتانيك ده الاخر زيرو، ده بقى الزيرو تماما اللي هو تحت خلاص، تحت قاع المحيط. احنا عادة مثلا لو انا بنيم عيان بنبتدي نعمل انتيوبيشن امتى؟ لما الترين اوف 4 كاونت يبقى زيرو، يعني ما تدخلش طبعا على اويك ولا على المينيمال ولا على الشالو ولا على المودريت. لو دخلت على 1 تويتش او 2 تويتشز غالبا لما تحط الانبوبه العيان هيكح معاك او هيتحرك. من اول الديب بلوك ده اللي بيتحط عليه الانبوبه. لو انت شغال مثلا جوه العمليه او عايز تجايد الدوزز بتاعتك في النيورو ماسكولار مونيتور، طبعا دي مدارس مختلفه بس اقرب الناس اللي بيشرحوا لنا يعني بيقول انت لو انت شغال عمليه جراحه ولا حاجه فانت بتبقى عايز الترين اوف 4 بتاعك يبقى زيرو، يعني كل ما تظهر معاك تويتش تقوم مدي ماس ريلاكسنت عشان تختفي، وما انتش محتاج تنزل ديب قوي اللي هو الكومبليت بلوك اللي هو تخفي كمان البوست التاني. لو شغال في عمليه سوفيستيكيتد قوي زي النيورو سيرجري مثلا يستحب ان انت تعمل كمان بوست تاني كاونت وتطمن ان هو بقى زيرو عشان تضمن ان العيان مش هيتحرك خالص ولا يصحى خالص وسط العمليه. يبقى احنا الصوره دي انا اخدت جايد لاينز فرغتها في الشكل ده اللي هو كانه محيط وانا بنزل في الاعماق لتسهيل ان الناس تذاكر والناس تحفظ الديبس اوف بلوك، لان ده اللي مبني عليه على فكره كل اللي جاي. يعني هنيجي نقول لك تدي ريفرسال امتى؟ هقول لي عند شالو بلوك بتدي جرعه كذا، عند مين البلوك تدي كذا، عند ديب بلوك تدي كذا. فلو انا مش عارف السلايد دي كويس كل اللي بعديها مش هعرف اتكلم فيه. طيب يبقى انا كده اتكلمت يعني ايه نيورو ماسكولار مونيتور وات شود اي نو اباوت ترين اوف 4 اند بوست تاني كاونت، ورسمنا الرسمه، ويعني ايه كوانتيتيف وكواليتيتيف رسمناهم برضو، ويعني ايه ديبث اوف بلوك اكوردنج تو ذا جايد لاينز ورسمناها في رسمه المحيط وقاع المحيط. كل المقدمه دي عشان اوصل ان انا اقول لك يعني ايه ريزيديوال نيورو ماسكولار بلوك. هو فين بقى ريزيديوال نيورو ماسكولار بلوك؟ هنا النقطه دي. طب لو انت الترين اوف 4 ريشيو بتاعك اقل من 0.9 يبقى انا بتكلم في ريزيديوال نيورو ماسكولار بلوك.
ده سؤال مباشر بيجي بقى في اي امتحان، ماجستير، دكتوراه، في معادله، في زماله، في امتحان تصنيف كويتي سعودي، في اليوروبيان دبلومه، هو يعني ايه ريزيديو نيرو ماسكو بلوك؟ لو فتحت اي بحث هتلاقي الديفينيشن الريزيديو نيرو ماسكو بلوك يعني ترينو فور ريشيو اقل من 0.9. تمام. طب لو انا معيش الكوانتيتيف مونيتور، معايا الكواليتيتيف، ما احنا لسه قايلين الكواليتيتيف ده ما بيدينيش الترينو فور ريشيو، هو كل اللي بيقولي انا عندي كام تويتش، واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، مش هيقدر يقول لي الرابعه بالنسبه للاولى قد ايه. تمام. يبقى انا الرسمه هنا هلاقي كل المنطقه دي دخلوا في بعض، الثلاثه اللي فوق دخلوا في بعض، اللي هو المينيمال والمودر، المينيمال والشالو والنو بلوك، كلهم داخلين مع بعض. فالاجابه بتاعتي لو انت معاك كواليتيتيف مونيتور هتعرف ازاي الريزيديو نيور ماسكولار بلوك، ات از سام وير هير، هو هنا في المنطقه دي، لكن هو فين بالظبط مش قادرين نقول. انا بقول لك كده مش عشان يعني اعقدك اقول لك طب ما هو خلاص ما هو ما فيش حل، لا، عشان تبقى اوير لو انت شغال بكواليتيتيف مونيتور ان انت مش قادر تعرف 100% انت عندك ريزيدو نيورو ماسكو بلوك ولا لا، تبقى حذر جدا في المانجمنت، حذر جدا في الاكسيوبيشن، حذر جدا في انك تدي ريفرسال. ونفس القصه لو انت معكش مونيتور خالص الدنيا بقى اصعب، لو انت معكش اي حاجه وبتدي كلينيكال ده انت لازم تبقى حذر جدا وعينيك وسط راسك ويبقى عندك شك اعلى دايما من لو معاك مونيتور. تمام. لو انا معيش مونيتور قلت لك، الكلينيكال ساينز اهي، ايه الحاجه القريبه قوي من الترين اوف فروش 0.9؟ ما انا لازم ادي لك حلول اهو، دي التيست اللي احنا قلناه. لو سالتك مثلا على الماكسيمم انسبيراتوري بريشر، هل ده يقدر يعرف لي الترين اوف فروش كام؟ اللي مكتوب في الارتكلز ان لو الماكسيمم انسبيراتوري بريشر كان 25 سنتيمتر زوتر، ده غالبا بيبقى الترين اوف فروش اراوند 0.7. طب لو كان 50 يبقى غالبا الترين اوف فروش من 0.7 ل 0.9، لكن ما يقدرش ياكد لي ان انا 0.9. طب الهيد ليفت والهاند جريب، قال لك دي برضه ترين اوف فور ريشيو ما بين 0.7 ل 0.9. طب التانج ديبريسور تيست، قال لك ده برضه 0.7 ل 0.9، وان كان ده اقربهم. وطبعا الفولي اويك دي اكتر حاجه مضمونه، ودي للاسف اللي احنا في اغلب شغلنا في الاماكن اللي ما فيهاش مونيتورز بنشتغل بيها، ان بيقول لك شيل الانبوبه العام فولي اويك، رغم ان انت لو معاك المونيتور ممكن تقدر تشيلها بدري شويه. الكلام ده انا جايبه منين؟ الارتكل المهم ده منشور في اناستيسيولوجي في 2010 عن الريزيديوال باراليسيس افتر ايمرجنس وانافيزيا. تمام. وكانوا حاطين جدول لطيف جدا عن الكلينيكال تيست، قال لك لا ايه الحاجات اللي بتبقى اسوشيتد مع ترينو فور ريشيو ليس ذان 0.7، هتلاقي من ضمنها الفيتال كاباسيتي والتايدال فوليوم والستانت سستين ذا اي اوبننج والهاند جريب والتانج بروتريوجن. هلاقي لو انا ما بين 0.7 ل 0.9، ايه الحاجات التيست اللي ممكن تقول لي لو الانسبيراتور بريشر اكتر من 50، او عندي هيد ليفت، او عندي ليج ليفت لو عين بيرفع رجله، او التانج ديبريسور تيست بتاعي بوزيتيف، او عندي هاند جريب العين بيمسك على ايدي جامد، انا غالبا في منطقه ال 0.7 لل 0.9. اخيرا هل عندي كلينيكال تيست يقول لي ان الترين فور ريشيو اكتر من 0.9 اللي هو الديفينيشن بتاع بقى ريزيدوال ميروسكوب بلوك؟ هل عندي اي حاجه كلينيكال تاكده لي؟ الاجابه لا. فبلاش اسمع بقى الكلام اللي بسمعه كتير قوي وانا شغال مع ناس صغيرين، وكل واحد عنده جايد لاين خاصه بيه، اللي يقول لي خلاص العيان نفسه ريجولار، واللي يقول لي العيان عنده هاي اي اوبننج، واللي يقول لي العيان بيحرك راسه، كل واحد عنده جايد لاين خاصه بيه، والناس بتديفيوز الكلام ده لبعض للاسف بشكل مؤسف. تمام. هنلاقي في نفس الارتكل لما اتكلموا عن الساينز كلها الريسبيراتوري، قال لك التايدال فوليوم ات از نوت ريلايبل، الفيتال كاباسيتي نوت سنسيتيف، الاند تايدال سي او 2 نوت ريلايبل، الماكسيم انسبيراتوري بريشر نوت سنسيتيف، الهيد اور ليج ليفت تيست مور ذان 5 سكند ات از نوت سنسيتيف، رغم انها مكتوبه في بعض الكتب ان هي سنسيتيف لكن هي في الجايد لاينز مش مكتوبه كده، والتانج ديبريسور تيست برضه ات از بروبابلي ذا موست كلينيكالي ريلايبل تيست، لكن هو برضه ما وصلش ل 100% اكيورسي ان هو يقول لي ان ما عنديش ريزيديوال نيورو، لكن هو اقربهم لان هو وصلني لغايه 0.8 ل 0.9. تمام. احنا كده اتكلمنا عن الديفينيشنز، خلصنا الديفينيشن. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ السيجنيفيكانس، هو ايه اهميه الموضوع؟ هو انا ليه فارد له محاضره طويله مخصوصه عن موضوع زي ده؟ وليه في كتاب مثلا زي كتاب اوكسفورد هتلاقي شابتر او يعني عنوان كامل مكتوب ريزيديوال نيورو ماسكولار بلوك بشرحه بتفاصيله؟ تعالوا نشوف خطوره الموضوع. الريزيديوال نيورو ماسكولار بلوك اند ميجور كومبليكيشنز، الارتكل ده منشور في اناستيزيا انالجيزيا في 2008، كانوا جابوا العيانين، مجموعه من العيانين اللي حصل لهم كريتيكال ريسبيراتوري ايفنتس بعد العمليه، وقصادهم مجموعه ما حصل لهمش ايفنتس. تمام. ولقوا وقارنوا الداتا بتاعت التو جروبس، لقوا ايه؟ لقوا ان الترين اوف فور ريشيو في اللي عندهم كريتيكال ريسبيراتوري ايفنت كان 0.6 متوسطه يعني، بينما في الكنترول كان 0.98. لما بصوا على الديجري اوف نيورو ماسكولار بلوكد لقوه اكسبتابل في 9% بس من اللي هم الكريتيكال، يعني 9% بس كانوا صاحيين كويس، بينما 90% من اللي ما حصلهمش كومبليكيشن كانوا صاحيين كويس. طب السيفير بقى 73% من الكريتيكال ريسبيراتوري ايفنتس ما كانوش رجعوا كويس من الماس ريلاكسنت وهم بيصحوا، بينما 0% من اللي من الكنترول جروب ما كانوش صحيوا كويس، وبالتالي there is a high incidence of residual neuromuscular block في العيانين اللي عندهم major events.
طيب السؤال الثاني، الريزيدوال نيورو ماسكولار بلوك از اسوشيتد ويز ميجر كومبليكيشنز. السؤال بقى ليه؟ ايه مشاكل الريزيدوال نيورو ماسكولار بلوك؟ احنا عرفنا هو اسوشيتد مع كومبليكيشنز، ايه السبب؟ عندنا اربع اسباب. اول سبب مفهوم، هو ايه؟ الريزيدوال باراليسيس، طبيعي عيان انا شلت له الانبوبه وهو لسه بارالايزد شويه فمش قادر يتنفس فعنده هايبو فنتيليشن. لكن هل هي دي المشكله الوحيده؟ هل المشكله الوحيده للعيان ده ان هو مش قادر يتنفس، يعني مشكلته بس نيورو ماسكولار، ولا عنده مشاكل سنترال كمان؟ تعالوا شوفوا المفاجاه دي. الارتكل ده اللي منشور في اكتا اناستيولوجيكا اسكندنافيكا كان بيتكلم، يعني هو ارتكل قديم ده من سنه 96 عامله راجل اسمه اريكسون. دي كانت فولنتير ستادي to determine the impact of neuromuscular blockers on the stimulatory effect of hypoxia and hypercarbia في respiratory center. يعني كان بيشوف هل العيان لما يبقى hypoxic وhypercarbic المفروض ان بيحصل stimulation respiratory center، هل النيورومسكولار بلوكر بيأثر عليه ولا لا؟ لان هو لو بيأثر عليه معناه ان هو بيعمل ديبريشن سنترال، مش مجرد ان هو بيعمل باراليسيس في المسلز. لما جم شافوا الهايبوكسيك فنتيلاتوري ريسبونس على الكيرف اللي انتوا شايفينه ده، لقوا ان المنظر الاولاني ده هو ده الكنترول اللي هو مش بارالايزد. لما العيان بقى الترينو في الريشيو بتاعه 0.7 ابتدى الريسبونس يقل للهايبوكسيا والهايبركاربيا، ثم لما بقى البترينو فور ريشيو اكتر من 0.9 الريسبونس رجع تاني للنورمال بتاعنا. وبالتالي كان الكونكلوجن بتاعهم ان النون ديبولارايزنج نيوروماسكولار بروكرز امبير ذا هايبوكسيا ريسبيراتوري ستيميوليشن. فالقصه يا جماعه مش مجرد ان هو شلل لي الماسلز، لا ده هو كمان بيعمل لي سنترال ريسبيراتوري ديبريشن. طب ايه كمان؟ ايه مشكله تانيه بيعملها لي الريزيدوال نيوروماسكولار بلوك؟ بيعمل impaired upper airway integrity. يعني ايه؟ الارتكل ده لطيف جدا منشور في anesthesiology، تمام؟ وكان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم عاملها برضه فولنتير ستادي وبيشوف الافكت بتاع النيورو ماسكولار بلوك المينيمال على الابر اير واي كولابسابيلتي والريسبونس تو نيجاتيف بريشر ديورنج انسبيريشن. بكل بساطه هم قاسوا الكهرباء في الجينيو جلوسس ماسل. هتقول لي هو الجينيو جلوسس دي ايه مالنا بيها يعني في التخدير؟ هقول لك العضله دي مهمه جدا لان هي دي اللي بتمنع التنج من ان هو يقع ويأوبستراكت الاير واي لو العين نايم على ظهره. فلو الماسل دي فيها مشكله او هي مش ما فيهاش الفول باور بتاعها، العيان هيبقى معرض جدا ان هو يبلع لسانه او ان هو يحصل له ابر اير واي اوبستراكشن. طب هم لما عملوا الكهرباء على الجينيو جلوسس ماسل لقوا ايه؟ لقوا زي ما انتم شايفين ده الالكتريكال اكتيفيتي، وبعد لما العام بقى ترينو 4 0.5 الالكتر اكتيفيتي قلت جدا، لما ابتدى يبقى 0.8 اتحسنت، لما ابتدى يبقى ريكفرد خالص رجع تاني لطبيعتها. لما قاسوا الاير واي فلو بالليتر بير سكند ده كان عن البيز لاين لعند ترينو 4 0.5 هلاقي الاير واي بقى ليميتد الاير فلو يعني، وبعدين على 0.8 اتحسن شويه، وبعدين عند الريكفري اتحسن جدا. ولذلك كان الكونكلوجن ان المينيمال نيورو ماسكولار بلوك اللي الناس عماله يقولوا هو ايه يعني ترينو 4 0.5 ولا 0.6 فرقه، يعني الارقام دي فرقه من بعضيها؟ اه فرقه. ده ال 0.5 دي خلت الجينيو جلوسس بتاعتك تفقد نص الاكتيفيتي بتاعتها، فبيعرض العيان بشكل كبير جدا للاير واي اوبستراكشن، تمام؟ طب ايه تاني غير الاير واي اوبستراكشن وغير الريسبيراتوري ديبريشن وغير الريزيديوال باراليسيس؟ اخر نقطه، ودي برضو الراجل اللي اسمه اريكسون السويدي ده اتكلم عنها ونشرها في اناستيولوجي، كانت بتتكلم عن ايه؟ عن الفارنجيال فانكشن وعلاقتها بالانكومبليت بلوك، وعملوها بحاجات معقده، حاجه اسمها راديوجرافي وحاجه اسمها فارنجيال مانومتري افتر كونتراست بولس سوالوينج. انا مش هدخل في تفاصيل البحث لان هو معقد جدا، بس الحاجه اللي انا عايز اتكلم عنها، لما قاسوا الابر اوسجيال سفنكتر تون لقوا ان هو ده التون في الكنترول جروب بعد في يعني قبل ما يبقى الانسان الفولنتير ده بارالايز، والتون قل جدا على ترين اوف 4 ريشيو 0.6 ثم اتحسن شويه عند 0.7 اتحسن اكتر عند 0.8 ثم رجع قرب الطبيعي عند 0.9. لما قاسوا حاجه اسمها الترانزيت تايم، ده برضو حاجه متعلقه بالكوردينيشن بين الماسلز بتاعت الفارنكس علشان الواحد يبلع وما يحصلوش اسبيريشن، لقينا عند ترين اوف 4 ريشيو 0.6 قل جدا الترانزيت تايم، بعدين ابتدى يتحسن لغايه ما رجع للطبيعي او قرب الطبيعي عند ترين اوف 4 ريشيو 0.9. ولذلك كانوا الكونكلوجن بتاعهم ان البارشال باراليسيز بيعمل فارنجيال ديسفانكشن وبيزود الريسك اوف اسبيريشن عند ترين اوف 4 ريشيو اقل من 0.9. فانت العيان الترين اوف 4 ريشيو اقل من 0.9 ده معرض جدا زي ما قلنا، غير الاوبستراكشن وغير الهايبو فنتيليشن معرض كمان للاسبيريشن. يبقى الاربع حاجات اللي الريزيدوال نيورو ماسكولار بلوك بيسبب بيهم ميجور كومبليكيشنز، غير الريزيدوال نيورو باراليسيس وغير الريسبيراتوري ديبريشن وغير الاير واي اوبستراكشن كمان الاسبيريشن. طيب انا كده اتكلمت عن تاني نقطه وهي السيجنيفيكانس. تالت نقطه واللي هي النقطه اللي قبل الاخيره، هاو تو افويد. طيب احنا عرفنا ان هو مهم وعرفناه وعرفنا خطورته، طب انا عايز اتجنب حدوث الريزيديوال نيورو ماسكولار بلوك في شغلي. عندي ثلاثه سيناريو. السيناريو الاول لو انت معاك كوانتيتيف مونيتور، انت خلاص كده انت في التمام تمام ما عندكش اي مشكله. طب انا لا معايا كواليتيتيف معيش كوانتيتيف اتصرف ازاي؟ طب انا معيش مونيتور خالص اتصرف ازاي؟ تعالوا نمسك واحده واحده، نبتدي مين بالكوانتيتيف مونيتور. كوانتيتيف مونيتور
اللي هو انتوا شايفينه قدامكم في الشاشه، ودي الخريطه اللي احنا قلناها بتاعت قاع المحيط والغواصه. تمام؟ طيب امتى ادي الريفرسال؟ لو انا بتكلم في نيوستجمين بديه تقريبا عند 0.4 وممكن في بعض الجايد لاينز 0.2. يبقى انا لو انا بصحي بنيوستجمين ومعايا ترين اوف فور ريشيو بيتقاس بالجهاز لما يوصل 0.4 وفي بعض المراجع 0.2 ممكن ابتدي ادي الريفرسال بتاعي. طب لو معايا سوجاماديكس اللي هو البريديون ادي امتى؟ ممكن ادي في اي منطقه من المناطق دي بس الجرعه بتتغير. لو انا هدي فوق في الحته اللي فوق دي زيه زي النيوستجمين هدي 1 مللي جرام بير كي جي. طب لو انا بدي عندي المودريت بلوك يعني انا ما عنديش ترينو فور ريشو خالص يعني الرابعه مش موجوده بس عندي كاونت ممكن ادي 2 مللي جرام بير كي جي. طب لو انا ما عنديش ولا واحده في الترينو فور اللي هو الديب بلوك حدي بس عندي بوست تيتانيك حدي 4 مللي بير كي جي. طب لو انا ما عنديش خالص ولا بوست تيتانيك ولا ترينو فور يبقى انا هدي 8 مللي جرام بير كي جي. الكلام ده انا جبته منين؟ المصدر. وطبعا لا قبل ما اقول المصدر الاكسيوبيشن امتى هنشيل؟ طبعا قولا واحدا هنشيل عند ترينو فور ريشيو 0.9 اللي احنا بنسميها اكسبتابل ريكفري. انا هغير هنا بس 1 ب 0.9 عشان تبقى الصوره واضحه بالنسبه لي. المصدر فين؟ دي الامريكان جايد لاينز بتاع الاي اس اي اللي انا وريتها لكم في الاول، بيقول لك وين يوزنج كوانتيتيف مونيتور انت امتى تشيل الانبوبه او تعمل اكسيوبيشن على ترينو فور ريشيو جريتر ذان اور ايكوال 0.9 وسترونج ريكومنديشن. طيب بالنسبه للجرعات جبتها منين؟ مش موجوده في الامريكان بس موجوده عند الفرنساويين. موجود ايه؟ قال لك لو انت عندك ري ابيرنس اوف ذا فور تويتشز في ترينو فور ادي 1 مللي جرام. تمام؟ طب لو انت عندك اثنين بس ادي 2 مللي جرام من السوجاما ديكس. طب لو انت عندك دي بلوك بقى ما فيش خالص بس عندك واحده او اثنين من البوست تيتانيك هتدي 4 مللي جرام. طب لو انت فيري فيري ديب يعني ما عندكش خالص في البوست تيتانيك هتدي على 8 مللي جرام بير كي جي. الكلام ده مش عند الامريكان ولا عند الاوروبيين، الاوروبيان جايد لاينز بس الفرنساويين هم اللي كاتبينه برضه. تمام؟ اخر نقطه، طب النيوستجمين جبت السورس منين؟ دي من اليوروبيان جايد لاينز بيقولوا اديها عند كام؟ عند ترينو فور ريشيو 0.2، دي اللي مكتوب في اليوروبيان جايد لاينز. الامريكان مش كاتبين رقم. طيب يعني انا يعني بحثت كتير قوي في الجايد لاينز الثلاثه وضمتهم كلهم في المحاضره على اساس ان ايه اوفر على الناس مجهود اللف بين المصادر. نيجي للنص الثاني، انا معايا كواليتيتيف مونيتور. تمام؟ انا شلت الصوره اهو بتاع الكوانتيتيف وحطيت كواليتيتيف، اي هاف كواليتيتيف مونيتور، اتصرف ازاي؟ ايه مشكلتي في كواليتيتيف مونيتور؟ المنطقه دي، المنطقه اللي انا شلتها دي كلها انا ما اقدرش افرقها، لا اعرف اقول ترين فور ريشو 0.1 ولا 0.2 ولا 0.3. انا كل اللي اقدر اقوله ايه؟ اقدر اقول ان عندي فور تويتشز. تمام؟ يبقى انا في الكواليتيتيف مونيتور مشكلتي ان انا الثلاثه اللي فوق دول كلهم داخلين في بعض، كلهم بالنسبه لي انا عندي فور تويتشز. في طبعا من بعض الناس يقول لك انت ممكن باحساسك تشوف الاولانيه والاخرانيه دي اقوى من دي ولا لا، بس دي عايزه ناس خبره قوي وبرده في كلام كتير على انها مش دقيقه. تمام؟ طيب اعمل ايه في الحاله دي؟ الريفرسال هدي امتى؟ لو انت معاك سوجاماديكس ما عندكش مشكله، لو انت معاك فور تويتشز هتدي 1 مللي جرام، معاك واحد لثلاثه هتدي 2 زي ما انتم شايفين، معاك زيرو بس في بوست تيتانيك هتدي 4، معاكش اي حاجه ولا ترينو فور ولا بوست تيتانيك هتدي 8، خلصنا خلاص. فالسوجاما ديكس ده حللنا المشكله تمام، لكن المشكله لو انت معاك نيوستجمين، لان انت معاك نيوستجمين هتدي فين؟ الله اعلم، ما نعرفش. رجاء نقفل، دكتوره ايه نقفل لو سمحتوا المايك. يا جماعه الاصوات بتشتتني وبطلع من تركيزي. طيب ترين اوف فور كاونت لو هو اربعه تويتشز حد نيو ستجمين، لكن اديه امتى مش مؤكد، مش معروف. انت معاك فور تويتشز ادي نيو ستجمين. طب هم قالوا ايه في الجايد لاينز عشان يامنك؟ قال لك لو انت اديت نيو ستجمين مع كواليتيتيف مونيتور لو سمحت استنى 10 دقائق قبل ما تشيل الامبوب. ده الضمانه الوحيده ليك علشان تبقى مطمن ان انت مش هيحصل معاك ريزيديو نيور ماسكل بلوك، ومش هتبقى برضه مطمن 100%. لو معاك سوجاماديكس هتستنى اقل من 5 دقائق وغالبا في خلال 1 او 2 مينتس هتلاقي العين صاحي جدا معاك. تمام؟ طب ايه الدليل بتاعي؟ مكتوب اهي في الجايد لاينز في الامريكان، ان ابسنس اوف كوانتيتيف مونيتورنج يو شود ات ليست ويت فور 10 مينتس بتوين ذا انتاجونيزم اند ذا اكسيوبيشن. تمام؟ هيجي واحد يقول لي بس احنا ساعات بندي ريفرسال ونشيل على طول، انا اقول لك ما انت ما بتديش الريفرسال على ترينو فور كاونت 4، انت غالبا بتديه والعين صاحي خالص. فهو اصلا كان صاحي بقاله شويه فيعني انت معكش فانت بتبقى حذر اكتر، لكن انا بتكلم لو انت لقيت لو انت معاك المونيتور ده ولقيت فور كاونتس يبقى انت ممكن ايه تدي ريفرس. طيب ندخل بقى على المرحله الاخيره وهي ايه؟ اي هاف نو مونيتور، انا معيش اي حاجه ولا معايا كوانتيتيف ولا كواليتيتيف. ما هو الحل؟ متى اعطي الريفرسال؟ لو انت معاك نيوستجمين انت معتمد على كلينيكال ساينز. احنا قلنا من شويه ايه اقرب كلينيكال ساينز للموضوع؟ الهيد ليفت والهاند جريب والليفت والليج ليفت. تمام؟ الثلاثه دول هم اقربهم اللي هو بيقول لي ان الترين اوف فور ريشيو غالبا 0.7 او اكتر. طب مين اللي اقوى منهم؟ التانج ديبريسور تيست اللي انا ما اقدرش اعمله طبعا وعين في بوق انبوبه الا واعتبرت ان هو البايتنج العض على الانبوبه هو ده التيست يعني. تمام؟ طيب لو انا معايا سوجاماديكس بريديون انا ايه مرتاح اكتر لان انا هبقى على الاقل يعني مطمن ان انا within 5 minutes وات ايفر العين راجع كويس ولا نص نص غالبا هبقى مطمن اكتر. تمام؟ امتى اشيل الانبوبه؟ ما قدامكش للاسف غير ان انا اقول لك شيل الانبوبه على فولي اويك.
هتقولي طب العيان فاتح عينه وبيبص لي وبكلمه بيفتح عينه وبيحرك راسه، ما اقدرش اضمن لك. لازم تبقى مطمن قوي ان العيان فولي اويك، والا هيحصل معاك ريزيديوال نيو ماسكر بلوك. ما تشيلش الانبوبه لو سمحت على اي اوبننج، ما تشيلش الانبوبه على مجرد ان واحد بيحرك ايده او رجله، ما تشيلش الانبوبه على ان هو بياخد تايدر فوليوم كويس. كل الحاجات دي نوت شور، مضطر تامن نفسك وتستنى قوي، خاصه كمان لو انت في كونتكست انك مدي انالجيزيا كويسه، لان غالبا العيان اللي اخد انالجيزيا كويسه بقى اوبيويدز وبلوك وبتاع، حتى لما بيصحى ما بقاش صاحي متعفرت قوي، بتلاقيه صاحي وهادي وساكت وسايب لك نفسه. فده انت محتاج تبقى حذر جدا وانت بتصحيه. مش عيب ان انا بشتغل من غير مونيتور، كلنا شغالين في ظروف سيئه وفي حتت كتيره ما فيهاش مونيتور، بس المهم ابقى فاهم في فرق بين انت فاهم ان في حاجه ناقصه فهتبقى حذر، وبين ان انت عندك فولس بيليفز فعمال تشتغل وفتح صدرك وانت متهيألك انك عارف حاجه وجايد لاينز تقول عكسها. تمام؟ طيب الكلام ده مكتوب في الجايد لاينز؟ ايوه. وين نيورو ماسكولار بلوكينج دراجز ار ادمينسترد وي ريكومند اجينست كلينيكال اسيسمنت. قالوا طبعا ده في امريكا، ده الامريكان جايد لاينز قايلين كده، هم لا يثقوا في اي حاجه من الكلينيكال انها تضمن لك ان انت ما عندكش ريزيدوال نيورو ماسكولار بلوك. تمام؟ طيب واحد هيقول لي انا عايز ستيب وايز ابروتش، يعني ايه؟ اديني خطوه خطوه، يعني زي الالجوريزمات اللي انت بتعملها كده، اعمل لنا اديني ستيب وايز ابروتش. هقول لك انا عملتها برضو اقتباسا من قصه الغواصه بتاع الدكتور محمد عبد اللطيف. انا هفترض ان هو انا معايا كوانتيتيف مونيتور اللي هو المونيتور الحديث جدا، وانا صحيت اهو، ابتديت ايه، قفلت الايزو، العيان ابتدى غواصه ظهرت، عملت ستيمولس، لقيت ان انا ترين اوف فور ريشيو بتاعي زيرو والبوست تانيك زيرو، انا كده كومبليت بلوك. لو انا معايا سوجاماديكس هعمل ايه؟ لو انا عايز اصحي في الليفل ده هدي 8 مللي بالكي جي. طب لو معايا نيوستجمين ما تصحيش. تمام؟ طب لو انا في المرحله اللي بعديها ان انا ما عنديش ترين اوف فور ريشيو لكن عندي واحده او اكتر من البوست تيتانيك، لو انت معاك سوجاماديكس هتقدر 4 مللي جرام. لو انت معاك نيوستجمين ما تصحيش. وطبعا ما فيش ان انا اقول لك في بوست تيتانيك 10 ولا 12 ولا 15 ولا 8 ان دي ممكن ادي عليها نيوستجمين، مش مكتوبه في اي جايد لاين. الجايد لاين واضحه بتقول انت ممكن على بوست تيتانيك واحد ده ممكن تصحي بس ب بريديون. طب لو انا هطلع بشويه بالغواصه لفوق، انا دلوقتي بقيت مودريت بلوك، ابتدى يظهر معايا واحده من البوترين اوف 4 ممكن تصحي اه بالبريديون على 2 مللي جرام بالكي جي. لو انت نيوستجمين برضه هتستنى. طب لو انت شالو بلوك اللي هو 0.4 هتدي برضه 2 مللي جرام بالكي جي، ونيوستجمين هتستنى برضه، وفي اليوروبيان جايد لاين سمح لك انك تدي على 0.2 عشان برضه نبقى قايلين كل المصادر. طب لو انا مينيمال بلوك اللي هو 0.4 ل 0.9 ممكن هنا تدي نيوستجمين. تمام؟ وهت اكسيوبيت امتى؟ على ترين اوف 4 ريشيو 0.9 زي ما احنا قلنا، عشان ايه؟ تبقى عديت مرحله الريزيديوال نيورو ماسكولار بلوك. طب احنا كده خلصنا ايه؟ الكوانتيتيف. ندخل على الكواليتيتيف اللي هو ما هو يدينيش ريشيو بقى، الكواليتيتيف بيديني كاونت بس، يبقى انا المنطقه دي كلها مش موجوده معايا، هنشيل كده زي ما انتم شايفين، هشيل وبعدين هحط كده المنطقه دي كلها هتبقى حاجه واحده اللي هي ترين اوف 4 كاونت ايكوال 4. تمام؟ لو انا معايا سوجاما ديكس اهو الغواصه ظهرت اهي، لو انا في الكومبليت بلوك معايا سوجاما ديكس هدي ايه؟ هدي 8 نيوستجمين، مش هدي حاجه. طب انا ديب بلوك يعني ايه؟ يعني عنديش ترين اوف 4 بس عندي واحده او اكتر بوست تاني، هدي 4 مللي جرام بريديون، مش هدي حاجه من نيوستجمين. طب لو انا في المودريت بلوك يعني انا معايا واحد او اثنين او ثلاثه كاونتس ممكن اصحي ببريديون على 2 مللي جرام بالكي جي، هل ينفع اصحي بنيوستجمين؟ لا برضو ما اصحيش. امال امتى بقى اصحي بنيوستجمين؟ لو انا بقيت ترين اوف 4 كاونت 4 ممكن ساعتها طبعا هصحي بالبريديون عادي ب 2 مللي جرام بالكي جي، وبالنيوستجمين هريفيرس، لكن لازم نستنى 10 دقائق زي ما الجايد لاينز قالت. تمام؟ وهنشيل امتى الانبوبه؟ برضه هنستنى 10 دقائق بعد النيوستجمين وخمس دقائق بعد السوجاماديكس. طيب انا معيش بقى مونيتور خالص اهو، اي هاف نو مونيتور، اتصرف ازاي؟ اللي هو معظمنا بقى هتيجي اول حاجه الغواصه ظهرت عند كومبليت بلوك، طبعا انا مش هقدر اعرف كومبليت بلوك، ما انا لا عندي تكاونت ولا عندي ريش ولا عندي اي حاجه، فخلاص العين نايم وما بيتحركش، انا هستنى كل المراحل اللي فوق دي انا مش هعرف اطلعها من بعض، يعني لا الديب ولا المودريت ولا الشال ولا اي حاجه، مفيش اي شور ساين بتعرفني الديبس بلوك غير لما يبتدي فوق خالص المينيمال بلوك يظهر عند مين؟ عند الهاند جريب وعند الهيد ليفت وعند الليج ليفت لو عندي يرفع رجله، انا كده بقول غالبا انا بتكلم في ترينو فروشيو قرب ال 0.7 يعني بين 0.7 ل 0.9. تمام؟ ممكن تدي ريفرسال لكن بحذر شديد، لو انت قدرت تعمل تانج ديبريسور تيست بيعض جامد يبقى انت اكثر ثقه، هتكسيوبيت برضه ويز كوشن. تمام؟ فيبقى لو انت معكش نيورو ماسكولار مونيتور دي الوسيله اللي ممكن تصحي بيها لو معاك نيوستجمين، وتبقى حذر جدا وانت بتشيل الانبوبه، ولو انت العيان فولي كونشس هيبقى افضل وافضل، ودي الحاجه السيف اللي احنا كلنا بنعملها في البراكتس بتاعنا، ان احنا بنحاول نصبر قوي على العيان واحنا بنصحيه، طالما معناش نيورو ماسكولار مونيتور انت يو كانوت جارانتي ان ما عندكش ريزيدوال نيورو ماسكولار بلوك، فامن نفسك واصبر على عيانك، ما تعتمدش على اي كلينيكال ساين. طيب كده خلصت ايه؟ اي هاف نو مونيتور. يبقى انا خلصت الجزء الثالث، هفضل بقى لبعض النوتس البسيطه اللي هقفل بيها المحاضره، اديشنال نوتس. طيب اول ملحوظه ايه؟ هيجي واحد يقول لي وات از ذا انسيدنس اوف ريزيديوال نيورو ماسكولار بلوك اف اي ديدنت ويت فور ترين اوف 4 ريشيو 0.2 تو 0.4.
الكلام اللي بيقولوه في الجايد لاين ده 0.2 0.2، وانا مش هستنى ترين فور روش 0.2، حد على 0.1 مثلا على واحد. الاوروبيان جايد لاين وهم بيكتبوها عملوا جدول جميل جدا لخصوا فيه الارتكلز كلها المتاحه، فقال لك ان البحث اللي ادى على ترين فور ريشيو 0.6 او 0.5 وصلوا في within 5 to 10 minutes ان كل العينين بتوعهم كانوا ريفرس كويس، كلهم عدوا ال 0.9، يعني كلهم ما عندهمش ريزيدو نيورو ماسكولار بلوك. طب اللي ادى ريفرسال على 0.4 برضه all patients وصلوا للفول ريكفري within 10 minutes. طب ال 0.2 قال لك impossible to have الفول ريكفري في كل العيانين اقل من 10 دقائق في بعضهم، رغم ان مدين هنا لغايه 70 مايك بير كي جي. طب اللي مدي على كاونت 4 ومدي على وترين اوف فورش 0.1 كان عنده 25% من العينين ستيل عندهم ريزيديوال نيورو ماسكولار بلوك. طب اللي ادى على كاونت 4 وما كانش اي ريشيو اصلا، 35% من العينين كان عندهم ريزيديوال نيورو ماسكولار بلوك. طب اللي ادى على ترين اوف 4 كاونت برضه ده بحث تاني ومدي جرعه اكبر 70 مايك بير كي جي، يعني فول ريفرسال، برضه كان عنده 25% من العيانين ستيل عندهم ريزيديوال باراليسيس، تمام؟ ولذلك الجايد لاينز هنا بتاعت اليوروبيان بناء على الابحاث اللي في الجدول ده حطوا الريكومنديشن ان انت تبتدي تعمل ريكفري على ترين اوف 4 ريشيو 0.2، هو ده اللي تدي عليه نيوستجمين بيزد ريفرسال، تمام؟ طيب هيجي سؤال تاني، هل ينفع استخدم 0.8 بدل 0.9؟ يعني اهو ده ال 0.8 وده ال 0.9 فرقت، يعني الملي الزياده ده هيفرق معايا قوي في الاوتكم بتاع عيانيني؟ لازم استنى ال 0.9 عشان اشيل انبوبه؟ تعالوا نشوف الاجابه في البحث المهم ده اللي اتنشر في اناستيولوجي سنه 2003، تمام؟ عملوا ايه؟ دي كانت فولنتير ستادي على 12 واحد 12 بيرسون، كانوا بيعملوا كورليشن ما بين الترين اوف 4 ريشيو وما بين الكلينيكال فيتشرز اوف ريكفر. لقوا ايه بقى؟ الترين اوف 4 ريشيو لما كان 0.5 كان 8 من ال 12 عندهم ابر ايروي اوبستراكشن، تمام؟ طب لما كان 0.8 4 من ال 12 عندهم ايروي اوبستراكشن، يعني انت تلت، لو انت بتقول لي انا هشيل الانبوبه على ترين اوف 4 ريشيو 0.8 30% او تلت عيانينك ستيل ممكن يحصل لهم ابر ايروي اوبستراكشن، تمام؟ فيبقى كان الكونكلوجن هنا ريسبيراتوري اند فارينجيال فانكشن كان بي سيريسلي افكتد ديورنج مينيمال نيورو ماسكولار بلوك. طيب اللي هو ترين اوف 4 ريشيو 0.8. طب نيجي سؤال تاني، شود اي ويت فور ذا فورث تويتش ان كيس اوف كواليتيتيف مونيتور؟ تمام، انا معايا كواليتيتيف مش كوانتيتيف اللي هو بيديني عدد، هل لازم استنى الرابعه؟ ما ينفعش يادي على ثلاثه او على اثنين او على واحد اللي هو المونيتور ده اللي هو النيرف ستيميليتور. تعالوا نشوف الارتكل ده جاوب على السؤال ده منشور برضه في اناستيولوجي. ده كان اربعه جروبس، الجروب الاولاني ريفرسد عند 1 تويتش والثاني عند 2 تويتش والثالث عند 3 تويتش والرابع عند 4 تويتش، حلو تمام، وحطوهم كده جنب بعض، ادي الجروب الاولاني اللي هو 1 تويتش وادي 2 وادي 3 وادي 4 تويتش. لما جم يشوفوا التايم تو ريتش 0.7 ترين 4 ريشيو هتبص تلاقي اللي كانوا ريفرسد عند 1 تويتش احتاجوا 12 دقيقه عشان يوصل لترين اوف 4 ريشيو 0.7، بينما اللي استنوا عليهم لغايه فورس تويتش وصلوا لل 0.7 دي في 5 دقائق. شوف بقى المفاجاه، الترين اوف 4 ريشيو 0.9 اللي هو الفول ريكفري بقى اللي انا عايز اصحي العين عليه عشان ابقى مطمن، اللي خد الريفرسال عند ترين اوف 4 كاونت عند 1 تويتش بس احتاج 25 دقيقه عشان يوصل لترين اوف 4 ريشيو 0.9، بينما اللي خد عند الفورس تويتش وصل في 18 دقيقه اللي هو وقت برضه مش قليل على فكره، تمام؟ يبقى الخلاصه لما اسالك شود اي ويت ذا فورس تويتش ان كيس اوف كواليتيتيف مونيتور، الاجابه يو ماست ويت. طيب السؤال اللي بعد كده تقريبا هو السؤال الاخير، اي سام تايمز جيف ا سنجل بولس اند كومبليت ذا سيرجري وذاوت اني توب اب. ساعات كده تلاقي ربنا ميسرها لك لو عمليه طويله مش طويله قوي ساعه ونص ولا ساعتين، تنيم العيان وتدي له الفول دوز وانت بتنيمه وتسيبه كده مكبوس على الفنتليتور ساعه ونص ساعتين ما تحاولش تدي له والجراح ما بيشتكيش وانت ما بتعملش حاجه وتلاقي العيان ايه مكمل معاك بنفس جرعه الاندكشن ما احتاجش ان هو ياخد تاني. هل ممكن بعد ما استنى ساعه ونص او ساعتين من جرعه الماس ريلاكسنت الاولانيه يكون لسه عندي ريزيديوال نيورو ماسكولار بلوك واحتاج اعمل مونيتورنج او اعمل ريفرسال؟ تعالوا نشوف الارتكل المهم ده جدا اللي اتنشر في اناستيولوجي برضه، تمام؟ كانوا بيشوفوا الريزيديوال باراليسيس في البوست انستيزيا كير يونت افتر سنجل انتيوبيتنج دوز في نون ديبولرايزنج ماس ريلاكسنت. لقوا ايه؟ لقوا ان بعد 120 دقيقه عندك حوالي 40% من العينين كان لسه الترين اوف 4 ريشيو بتاعهم اقل من 0.9، وكان بقى المفاجاه ان لسه 10% من العيانين لسه الترين اوف 4 ريشيو بتاعهم اقل من 0.7 رغم ان هو بقى له 120 دقيقه ما اخدش اي جرعه من الماسل ريلاكسن، تمام؟ There is significant residual neuromuscular block even after 120 minutes، تمام؟ اخر حاجه بقى قبل ما نقفل، مين هو اللي اكتشف الترين اوف 4؟ مين العالم اللي اكتشفه ده؟ جنسيته ايه بقى؟ امريكاني ولا انجليزي ولا فرنساوي ولا الماني؟ المفاجاه هو راجل مصري اسمه حسن علي ونشرها زي ما انتم شايفين في بي جي اي سنه 70، A new device for monitoring the force of samba adduction، وكانوا الاول بيعملوها باجهزه بدائيه شويه، تمام؟ وبيرسموها على ورق جراف، ودي صوره دكتور حسن علي الله يرحمه، وكان حتى معاه احمد زويل وهذه هي مكانه العلماء.
تمام. وده بعد كده لما طورها بقى وعمل التريننج فور ريشيو، ودي صورته وهو متخرج من القصر العيني، فخر لينا كلنا طبعا ان هو متخرج من نفس كليتنا وعمل التريننج فور اللي كل العالم شغال بيها والجايد لاينز مبنيه عليها. مين اللي كمل على شغله بعد كده بعد حسن علي في الثمانينات والتسعينات؟ دكتور محمد نجيب، برضو من الفيري فيري ايمننت فيجرز في النيورو ماسكر مونيتورنج، وكان معاه استاذنا دكتور محمد عبد اللطيف من الثمانينات، من واحنا لسه في الحضانه وهم كانوا بيعملوا الشغل ده، وكانوا بيعملوا حتى قال لي على جرافس وبيطبع ورق وحاجات كده. مالكوش دعوه بالراجل اللي قاعد جنب عبد اللطيف ده، مالناش دعوه بيه. طيب السمري بتاعنا اتكلمنا عن ايه؟ وات شود يو نو اباوت نيورو ماسكورال مونيتورنج، الكوانتيتيف والكواليتيتيف فهمناهم وفهمنا الفرق بينهم، الترين اوف فور يعني ايه، والبوست تيتاني كاونت يعني ايه. طبعا في حاجات كتيره قوي في نيورو ماسكورال مونيتورنج كان انا ما اتكلمتش عن ده بالتفصيل لانها مش مذكوره في الجايد لاينز. يعني هي ممكن بقى ايه اللي بيذاكر بقى فيزيكس او حاجه او مونيتورنج وداخل يعني حاجه سوفيستيكيتد في المونيتورنج بيقراها، لكن فروم ذا كلينيكال بوينت اوف فيو احنا ما يهمناش غير الاثنين دول، ترين اوف فور ريشيو والبوست تيتانيك كاونت. الكلينيكال ساينز اتكلمنا عليها، الليفلز بتاع البلوك ورسمنا لكم المحيط والغواصه وهي نازله، ويعني ايه ريزيديوال نيورو ماسكر بلوك، وليه هو سيريس ومهم، وين شود اي جيف ذا ريفرسال، وقلت لك كل الاحتماليات. لو معاك الكوانتيتيف هتتصرف ازاي، لو معاك الكواليتيتيف هتتصرف ازاي، لو معكش اي حاجه وشغال كلينيكال هتتصرف ازاي، وين شود اي اكسيوبيت برضه بالكوانتيتيف تعمل ايه وبالكواليتيتيف تعمل ايه وكلينيكال تعمل ايه. طيب نيجي لاخر حاجه، سؤالنا اللي قلناه في المحاضره، ديد ذيس نايت مير ريتش ان اند، هذا الكابوس اللي كلنا يعني بنحاول ما يحصلش معانا، لو انت معاك الجهاز الكوانتيتيف يس خلاص مش هيبقى عندك الاحتماليه دي، لو عندك الكواليتيتيف يس بات ويز كوشن برضو احتمال بسيط يبقى ايه يحصل معاك ريزيديوال نيورو ماسكر بلوك، لو انت شغال كلينيكالي لا لازم تبقى حذر جدا والا ممكن تحصل معاك. طب لو انت معاك سوجاماديكس يعني هو ممكن يساعدك في حل المشكله. تمام، أنا خلصت.